وهذه كلمة عظمته في يوم افتتاح الإذاعة بتاريخ 21 يوليو سنة 1955. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي. بهذه الكلمات بدأت الإذاعة مسيرتها وغطت موجاتها تفاصيل الحياة في ربوع الوطن. هنا البحرين، فمنذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا استطاعت إذاعة البحرين وباعتبارها أولى إذاعات الخليج من أن تضع بصمتها الفارقة على أمواج الأثير. في اعتقادي بأن عندما تملك الريادة في مثل هذا الجهاز الهام قطاع الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة عندما تنال هذا الشرف لخدمة البحرين وأهلها من خلال أجهزة مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة على سبيل المثال. عندما انطلق أول بث إذاعي لاسلكي في البحرين قبل 80 عام في عام 1940، ومن ثم انطلقت إذاعة البحرين الرسمية عام 1955، نتحدث عن أكثر من 65 عام، وقبلها الصحافة. هذه كلها تحملنا مسؤولية لتطوير هذا الجهاز والحفاظ على هذه الريادة. لذلك كان هناك حرص كبير من المسؤولين على الإذاعة أن يتم تطوير هذا الجهاز من الناحية التقنية لضمان إيصال مضمون يعكس واقع بحريني دائماً احنا نفتخر فيه. الجائزة الأولى منحت إلى برنامج خذني معك من إنتاج إذاعة البحرين وزارة شؤون الإعلام. حرصت الإذاعة منذ نشأتها على أن تضع لها موطئ قدم في أكبر المحافل الإعلامية إقليمياً ودولياً. لما نتكلم عن إذاعة البحرين، هذه الإذاعة العريقة، هذه الإذاعة التي أعطت الكثير لجهاز الإعلام وكانت ولا زالت من أهم مرافق جهاز الإعلام البحريني، وكان لها أثر كبير في توجيه الرأي العام وإيصال الخبر ومصداقيته وموثوقيته وإيصال المعلومة، وأيضا كان لها دور في الترفيه. اليوم احنا نتكلم عن إذاعة لها ريادة في منطقة الخليج، إذاعة لها باع كبير وخبرات تراكمية في مجال الإعلام المسموع. هذا المرفق اليوم يشهد نقلة نوعية في تطورها التقني من خلال منظومة جديدة، منظومة حديثة تواكب أحدث المنظومات الإذاعية في العالم، وأيضا تواكب وسائل الإعلام الحديثة لكي تتوافق معها. ما عادت الإذاعة اليوم تبث عبر الأثير فقط، ولكن صار لها العديد من القنوات اللي تبث عليها، منها القنوات الإلكترونية وعلى شبكة الإنترنت. مشروع تطوير الإذاعة اليوم مشروع رائد، مشروع ينقل إذاعة مملكة البحرين إلى مصاف الإذاعات المتقدمة من خلال التقنية الحديثة، وأيضا جاهزيتها للتقنيات المستقبلية مثل تقنية الداب، وهي تقنية رقمية، وبدأت بعض شركات السيارات أن تعتمد هذه التقنية أيضا في تجهيز راديوات السيارات، وهذا طبعا بنشوفه في المستقبل القريب.
وهذه التقنيات الحديثة طبعا تواكب التقنيات المستقبلية كما ذكرت. ولمواكبة المستقبل لم تكتف الإذاعة بما وصلت إليه من مستوى متقدم بين مختلف المنصات الإذاعية خليجيا وإقليميا، بل إنها عكفت على أن تتوج إنجازاتها في مشروع تطويري متكامل يحافظ على الأصالة ويتطلع نحو المستقبل. لا شك بأن هذا المشروع متطور وبيكون نقلة نوعية في جودة البرامج من الناحية التقنية، خصوصا بأن الاستديوهات المرة مرتبطة بشويتين صوت وصورة. عادة الاستديوهات المتعرف عليها خصوصا في الإذاعة هي مرتبطة بصوت بس، هالمرة لا، دشينا على تقنية جديدة فيها صورة، لأن الاستديوهات الجديدة مرتبطة بكاميرات متطورة جدا تواكب التكنولوجيا الحديثة. حقيقة النظام الجديد بالاستديو بيخلق بيئة عمل ممتازة لطاقم الإذاعة للإبداع والتميز. احنا كقياديين في وزارة شؤون الإعلام فخورين جدا بالكفاءات البحرينية لتشغل المشروع بكل كفاءة واقتدار. يأتي تطوير إذاعة مملكة البحرين في هذا التوقيت الحقيقة ترجمة للمرحلة الإصلاحية اللي نعيشها اليوم، واللي دشنها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله في مرحلة سابقة، ولمواكبة هذا الانفتاح الإعلامي والإعلام الجديد الحقيقة، ولترجمة وإيصال الرسالة الإعلامية وصوت البحرين إلى العالم أجمع. مشروع التطوير الإذاعي يشمل تطوير 9 استديوهات إذاعية وغرفة للمراقبة المركزية وأرشفة، ويعتبر ذلك نقلة نوعية في التقنيات الإذاعية. تم التغلب في هذا المشروع على معظم التحديات التي كانت تواجهنا تقنياً وفنياً في النظام القديم. فضمن التجهيزات استطاعت وزارة شؤون الإعلام من خلال استديوهاتها بخلق جو مريح إيجابي للمذيع خلال تواصلها مع الجمهور دون حواجز أو تحديات، كما ارتقت بجودة الصوت من النظام التماثلي القديم أنالوج إلى النظام الرقمي ديجيتال. أما غرفة التحكم الإذاعي المركزي MCR فقد طورناها لتسهل عمل الفنيين فيها وتسهيل التحكم في الإشارات ومراقبة جودة الإشارة وتحويلها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي. باستخدام النظام الآلي RCS خلقنا بث آلي متطور ذو امتيازات نوعية، منها استقبال جميع أنواع صيغ الملفات الصوتية. أصبح من الممكن التحكم في دقة جدولة مواعيد الأذان المتغيرة وبشكل دقيق جدا. تم ترفيع سعة نظام التخزين الآلي Logging System من 30 إلى 90 يوم لتخزين وحفظ مواد البث. تم تركيب نظام اتصالات حديث بنظام رقمي مبني على تقنية IP يضمن ويسهل عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور ويزيد من عدد المتصلين ويقلل من التكلفة. من ضمن الامتيازات التي حصلت عليها الوزارة وتضمنت العقد المبرم مع الشركة المصنعة هو الحصول على رخصة تجديد مفتوحة لعدد 15 قناة مدى الحياة. تم تجهيز استديو متكامل لتسجيل وإنتاج الأغاني وبشكل تنافسي مع الاستديوهات الخاصة ومطعم بأحدث أنظمة الإنتاج الموسيقي. يتضمن المشروع أيضاً عملية تدريب لجميع العاملين عليه من مهندسين وفنيين وإداريين لجميع الأجهزة والأنظمة في المشروع. لا شك أن هذا المشروع الفني والتقني المتطور سيكون نقطة مضيئة في مسيرة إذاعة البحرين. هذه المسيرة العريقة والتاريخ الكبير اللي يمتد إلى أكثر من 8 عقود منذ انطلاق البث الأول عام 1940. إذاعة البحرين عمل فيها العديد من رواد الإعلاميين
والإذاعيين والمثقفين اللي أعطوا على مدى سنين طويلة. ولا شك أن في الوقت الحاضر الإذاعة تزخر بكفاءات كثيرة، سواء على المستوى الفني أو على المستوى التقني أو على مستوى الشكل أو المضمون في تقديم البرامج أو إخراج البرامج. في ظل هذه المنافسة في وسائل الإعلام ودخول الإعلام الحديث، أعتقد ما زالت الإذاعة قادرة على الوصول إلى المستمع وإيصال رسائل مهمة. ما يميز الإذاعة دائما هو الطرح الهادئ، ونحن دائما نفتخر في البحرين بأن البحرينيين أصحاب صوت هادئ ومقنع وفيه الكثير من الحديث المنطقي. فأتمنى حق جميع القائمين على هذه الإذاعة في ظل هذا التطور الكبير اللي تشهد الإذاعة من ناحية تقنية أن يكون هناك تطور من ناحية المضمون. إذاعة البحرين متنوعة في محتواها، متنوعة في عطائها. اليوم كوادرنا لديهم من الخبرات، لديهم من هندسة المحتوى الإذاعي الكثير، لأنهم بنوا خبراتهم وبنوا إنجازهم على إنجازات سبقتهم من قبل من أسسوا هذه الإذاعة، فهي خبرات تراكمية. وكان هناك رفض معرفي ما بين الأجيال، أو معرفة نقلت بأريحية وبسهولة إلى الأجيال اللاحقة. الإذاعة حافظت على مكانتها بين مستمعينها في ظل المنافسة أيضاً الكبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي ومن وسائل الإعلام الأخرى أيضاً المتطورة اللي تشهد تطور كبير، عبر تبنيها حق مجموعة من المبادئ، سواء التجديد أو التنوع أو المبادرة أيضاً. وأهم شيء أن قربها من المستمع، يشعر المواطن أو المستمع أو المتلقي بقرب هذه الإذاعة متى ما قدرت أن تحل مشاكله أو توصل صوته أو تقدم له نموذج جميل يرقى إلى ذائقته. هذا هو ربع موظفين إذاعة البحرين من أيام حرب الخليج، واللي سمعته قبل ما توظف كان بنفس الروح لتحقيق هدف واحد، وهو الهدف اللي هم يكفون دائما جنبا إلى جنب مع قيادتهم بتوجيهات القيادة وبتقديم واجبهم على أكمل قدر المستطاع على أكمل صورة. اليوم احنا نعيش في مكان بيت خبرة في المجال الإذاعي، في صناعة المحتوى الإذاعي، قادر على التنافسية مع وسائل الإعلام الأخرى. هذا المشروع سيوفر بيئة عمل خصبة وملائمة للعمل والإبداع لطاقم الإذاعة اللي هو متمكن من إدارة هذه المنظومة الفنية التقنية بكل احتراف ومهنية. هذه اللمسات لن تكون الأخيرة، فستبقى الإذاعة تنشد الكمال دائما فيما تقدمه لمستمعيها، برغم ما يشهده الزمن من تسارع وتطور في وسائل الإعلام. ستبقى الإذاعة دائما في المقدمة.